السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناة غموض جريمة، التي تتضمن ملخصات عن ملفات وقضايا بوليسية. مشاهدينا الكرام، كل تحية والتقدير والاحترام لكم مشاهدينا. أقسم بالله إلك شرفني أنني نلقى آباء وأمهات شباب بنات ولاد تبارك الله كيتابعوني في هذه القناة اللي هي ديالنا جميع، وكيطالبوا بالمزيد من الحلقات، او انني كل يوم نحط حلقه. هذا شرف لي بطبيعه الحال. فقط كنعتذر على الاخطاء، او اذا كنت كنحكي لكم تفاصيل بعض القضايا بسرعه. استسمح اخواني واخواتي، راه فقط كيكون عندي شويه الضغط ديال العمل، هذا الشيء اللي كاين. على اذن مشاهدينا، ما غاديش نزيد نطول عليكم اكثر وندخلوا في تفاصيل واطوار جريمه اليوم. ولكن قبل، كيف العادة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأدعو الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل شر. مشاهدينا الكرام، واحد السيد الاسم ديالو الحسين، السن ديالو 39 سنة، متزوج، عنده وليد مازال صغير في العمر ديالو عامين تقريبا، كيسكن في نواحي مدينة مكناس، وكان كيخدم في واحد الفيرما قريبة للدوار فين كيسكن. هاد الفيرما مدة طويلة وهو كيخدم فيها، هادشي علاش كان هو اللي مكلف بالخدامة، هو اللي كان كيوريهم العمل اللي غادي يقوموا به وسط هاد الفيرما. الحسين كان واحد الانسان اللي طيب مع الخدامة، كيتعامل معاهم مزيان، وكان مرة كيجيب لهم فطور او غدا او عشاء من الدار ديالو. يعني هذا الشخص كانوا دوك الخدامة عمرهم شافوا او سمعوا منه شي كلمة العيب، خصوصا وان هاد الخدامة كانوا فيهم فقط جوج الناس وهما اللي من الدوار اللي كيسكن فيه الحسين، اما باقي الخدامه فكانوا من مدن مختلفه. الحسين ودوك الخدامه كانت فيهم واحد القاعده، كانوا كل ليله من بعد ما كيساليو العمل ديالهم كانوا كيتجمعوا في واحد الدار في الفيرما، كيبقاو ناشطين مع بعضياتهم واحد المده ديال ساعتين ونص تقريبا. من بعد عاد الحسين كيرجع للدار ديالو، حتى لواحد النهار السبت بالضبط في سنه 2015 الصباح بكري، الزوجة ديال الحسين كتمشي للفيرما وكتبدا تسول الخدامة على الحسين واش كاين في الفيرما. هاد الخدامة كيقولوا لها لا، راه حتى حنا كنتسناو فيه مازال ما جاش. هاد السيدة هادي كتقول لهم لا، راه ما يمكنش، راه كان معاكم البارح في الليل وملي جا لعندكم ما بقاش رجع للدار. الخدامة كيقولوا لها ايه، راه كان معانا، ولكن راه غير جلس معانا شوية من بعد رجع للدار ديالو. هنا هاد السيدة كتمشي لمركز الدرك وكتبلغ الجندارم بلي الزوج ديالها الحسين ملي خرج من الدار البارح الجمعة في الليل ما بقاش رجع. طبعا الجندارم خدو منها المعلومات الضرورية في هذه القضية، وسولوها واش حاولت انها تتصل به او سولات العائلة ديالو عليه. هاد السيدة كتقول لهم ايه، راه البارح الليل كامل وانا كنتصل به ولكن التليفون ديالو كان طافي. اما بالنسبة للعائلة ديالو راه كيسكنوا خارج المدينة وما يمكنش انه يمشي لعندهم بلا ما يقولها ليا. واخا انت قلتي بلي الزوج ديالك الحسين ملي خرج البارح الجمعه من الدار ما رجعش، معاش خرج الحسين من الدار؟ السيده قالت لهم بلي خرج مع 8 ديال الليل، وملي خرج ما هزش مع الحوايج ديالو والاوراق ديالو، هزهم معاه ولا خلاهم في الدار؟ السيده قالت لهم لا، ما هزش مع الحوايج ديالو وحتى بطاقه التعريف والاوراق ديالو راه مخليهم في الدار. واخا ولما خرج ما قالتش لك فين غادي يمشي؟ قالت لهم بلي راه قال لي غنمشي عند خدامه اللي كيخدموا معاه في واحد الفيرما قريبه لينا، وباللي راه موالف كيمشي لعندهم ديما ولكن ما عمرو بقى معاهم تماك حتى الصباح، راه موالف كيبقى معاهم غير شويه الوقت وكان كيرجع للدار. سولوها الدارك معاش موالف كيرجع للدار، قالت لهم باللي موالف 10:30 ل 11 ديال الليل عاد كيرجع للدار، حتى البارح ما رجعش. واخا وانت سولت عليه في هاد الفيرما راه يمكن يكون غير تماك. السيده قالت لهم مشيت ليها، ولكن الخدامه قالوا لي بلي ما كاينش في الفيرما. من بعد ما سمعوا ليها عناصر الدرك خذوا منها بعض الصور ديال الزوج ديالها، وكينطلقوا في اولى الابحاث ديالهم من الفيرما اللي كان خدام فيها الزوج ديالها الحسين. فعلا الدرك يمشيو لهاد الفيرما وبداو الابحاث ديالهم مع الخدامه اللي تماك، حيت الزوجه ديال الحسين قالت لهم بلي هو لما خرج قال لها بلي غادي يمشي لعند الخدامه اللي في الفيرما يجلس معاهم شويه. والدارك شكوا انه ممكن لما مشى لعندهم وقع بينه وبينهم شي خلاف وماشي بعيد يكونوا قتلوه. ولكن
الجندارم لما كيسولوا هاد العمال واش فعلا الحوثيين جل عندهم البارح في الليل مع 8، هاد العمال كيقولوا لهم باللي فعلا الحوثيين جل عندنا البارح وجلس معنا شوية، من بعد مشى للدار ديالو. هنا كيسولوهم دارك معاش مشى من عندهم. الخدامة كيقولوا لهم باللي مع 9:30 مشى من عندهم. هنا الدارك جاهم الامر غريب وشكوا في الاقوال ديال هاد الخدامة، وخبرهم باللي حنا راه مرات هاد السيد قالت لينا باللي موالف كيرجع للدار من عندكم حتى ل10:30 ل11 ديال الليل، وانتم كتقولوا لينا باللي مشى من عندكم مع 9:30. الخدامة هنا كيقولوا لهم ايه راه موالف الحسين ملي كيجي لعندنا كيبقى معانا حتى ل10:30 ل11 ديال الليل، عاد كيمشي للدار ديالو. ولكن البارح بالضبط مع 9:30 رجع للدار ديالو، وهادشي تعجبنا ليه حتى حنا حيت ما موالفاش ليه. من بعد ما الدارك سمعوا لهاد العمال ديال هاد الفيرما كياخدوهم معاهم المركز باش يزيدوا حقهم معاهم اكثر بخصوص هاد القضيه. ومن بعد كينتقلوا للدار ديال الحسين باش يزيدوا تاكدوا من الاقوال ديال الزوجه ديالو. فعلا مشاو لهاد الدار، دخلوا لغرفه النوم ديالو باش يقلبوا الماريو اللي تماك ويشوفوا واش فعلا الملابس ديالو كاينين، ويتاكدوا حتى من الاوراق ديالو واش مخليهم في الدار ديالو ولا لا. فعلا لقاو ان الحوايج ديالو كاينين في بلاصتهم، وحتى الاوراق ديال الدار حتى هما كاينين. ولكن غير واحد الملاحظه لاحظها دركي من الدركيين اللي كانوا كيقوموا بالبحث ديالهم في الدار ديال الحسين، كيلاحظ ان واحد الطرف كبير من العود ديال واحد السداري ديال الناموسيه مهرس ومحيد من بلاصتو. فسول الزوجه ديال الحسين على داك الطرف اللي مهرس من السداري ديال الناموسيه فين هو وكيفاش وقع ليه حتى تهرس. السيده قالت لهم باللي راه ملي تهرس لحنا هنا. هاد الدراكي كيقول لها ما يمكنش، كيفاش لحشو؟ ما كنتوش معولين انكم ترجعوا تلصقوا في بلاصتو. هنا السيده ارتبكات والدرك دخلهم شك في هاد السيده، وهادشي كان كافي انهم يستدعيو الناس ديال مسرح الجريمه لمعاينه هذا المنزل بحثا على اي اثار او دلائل تاكد الشكوك ديالهم. وبالفعل تم العثور على بقع دم على السداري ديال الناموسيه. لما حيدوا الناموسيه من فوق هاد السداري هذا لقاو بقع دم اللي كانت ما بين الناموسيه والسداري. رغم ان المكان كان منظف ومقاد، هنا الدرك تاكدوا الشكوك ديالهم بلي هاد السيده تكون عندها ايد في اختفاء الزوج ديالها. راه ممكن سولوها هاد الدم اللي في القنش ديال هاد السداري كيفاش حتى وصل هنا. السيده قالت لهم ودي انا ما عرفتش، راني اول مره كنشوفه، راه يمكن راجلي فايت جرح راسو او شي حاجه. وعلاش قالت لهم هادشي؟ لانها عرفات بلي ممكن ان الجندارم يعرفوا بلي داك الدم ديال الضحيه ويورطوها بالمقتل ديالو، فقررت انها تسبق ليهم. ولكن طبعا الدرك تبادلوا ديك النظرات ديال الاستهزاء وعرفوا بلي السيده غير كتخربق عليهم، وعرفوا كذلك بلي كتحاول تخدم الذكاء ديالها باش تخرج من هذه الجريمه. ولكن الدلائل اللي كانت في موقع الجريمه وزياده على عمليه فحص الهاتف ديالها اللي بينات للدرك بلي هاد السيده ما اتصلتش بالزوج ديالها اصلا، عكس الكلام اللي صرحات به للدرك لما بلغت على اختفاء الزوج ديالها. هادشي كان كافي انه يخلي الدرك يديروا لهاد السيده المينوط فيديا ويقتادوها المركز لتعميق البحث معاها. وتم ابلاغ النيابه العامه باخر التطورات. لما واجهوا هاد السيده بكل الحقائق وضغطوا عليها ما طوالش الامر وانهارت تحت الضغط، واعترفات باللي هي اللي قتلات الزوج ديالها. كذلك اللي غادي يفاجئ الدرك انها اعترفات باللي عندها شريك في الجريمه. هنا سولوها على شكون الشريك ديالها في هذه الجريمه. هاد السيده قالت لهم باللي الشريك ديالها في هذه الجريمه وهو واحد السيد من الدوار، وباللي كان كيخدم مع الزوج ديالها في الفيرما. ايه وشنو السبب اللي خلاكم تقتلوا الزوج ديالك؟ هاد السيده كتقول لهم باللي نهار الجمعه فاش الحسين خرج مشى لعند الخدام الفيرما، هاد السيد جا لعندها للدار اللي شريكها في الجريمه قتل الزوج ديالها، حيت هاد السيد كانت كتجمع بيه علاقه غير شرعيه. وكتقول باللي غير داز شويه الوقت وهو رجع الزوج ديالها الحسين للدار ولقاهم في غرفه النوم. كتقول باللي الحسين تشد هو وهاد السيد ودخلوا في شجار مع بعضياتهم. في ديك اللحظه انا هزيت داك الطرف ديال العود وضربت به الحسين في الراس ديالو جوج ضربات، وملي طاح في الارض مع الخلعه بقيت كنضرب فيه حتى حبسني غير السيد اللي كان معايا. ولكن كان فات الفوت والزوج ديالي كان توفى. انا ما حسيتش براسي
حيت كنت خايفة من الشوهة وبغيت غير نسكتو. الدراكي قال ليها في لحظة غضب: بغيتي غير تسكتي؟ انت سكتي لي الحس مرة وكنتي خايفة من الشوهة، انت وليتي في شوهة كبر. انا الدراكي كان كيحاول احسسها بتأنيب ضمير، ولكن لا داعي، فهاد السيدة اصلا كانت منهارة لما تأكد ليها بلي المصير ديالها هو السجن. وقالت في التصريحات ديالها بلي لما قتلوا الضحية وبمساعدة من المتهم الثاني قطعوه، وقالت بلي هي بقات كتنظف في الدار من الدم وآثار هاد الجريمة البشعة، وبلي المتهم الثاني في ديك الليلة بقى كل مرة كيدي أطراف ديال الضحية كيدفنهم في شي بلاصة واللي معرفتش أنا فين. مشاو الجندارم جابوا المتهم الثاني للمركز واللي واجهوه بالأقوال ديال المتهمة، وطبيعة الحال اعترف بالجريمة ديالو وداهم المكان فين دفن أطراف الضحية، وكان مدفون معاها حتى ديك العود باش هاد السيدة قتلت الزوج ديالها واللي كان قريب من هاد الفيرما اللي كان كيشتغل فيها الضحية. وهنا حتى العمال غادي يصرحوا بواحد المسألة من بعد ما وضحت الأمور ديال هاد الاختفاء المفاجئ ديال الضحية وشكون اللي قتلو، كيقولوا بلي أن المتهم الثاني اللي كان في علاقة غير شرعية مع زوجة الضحية كان كل ليلة فين ما الضحية كيمشي لعندهم الفيرما باش يجمع معاهم شوية، غير كان كيجي لعندنا كيجلس معنا غير شوية، المتهم الثاني كان كينوض وكان كيقولينا بلي غادي يمشي لدارهم يرتاح شوية. يمكن هادشي اللي خلى الضحية يشك ديك الليلة، وغير المتهم ناض مشى بحالو حتى الضحية ناض وقالينا بلي غادي يمشي للدار، ممكن انه تبعو حيت شك انه كيمشي للدار ديالو والله اعلم. من بعد هاد الاعترافات ديال المتهمين كيتم تحرير المحضر الرسمي في حقهما، وكيتقدموا امام العداله بتهمه الخيانه الزوجيه والقتل وتشويه الجثه ومحاوله اخفاء معالم الجريمه، وكيتم الحكم عليهما بالمؤبد. مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي النهايه ديال الحلقه. كنتمنى انني نكون وصلت لكم جميع تفاصيل هذه القضيه بوضوح، وكنتمنى انه يكون الصوت ديالي مسموع ومفهوم. شكرا لكم مشاهدينا، ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله، وشكرا لكل من ساهم باعجاب وترك النصائح في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.